السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب المرحلة الثالثة في قسم الهندسة المدنية كلية الهندسة في جامعة وارث الأنبياء. نتواصل وياكم مع المحاضرة الخامسة اللي عنوانها البيسك فري واي سيجمنتس اند المالتي لين هاي وايز. خلينا نشوف شنو اليوم عندنا بهذا المحاضرة. اليوم نركز على موضوع المالتي لين هاي وايز. زين، احنا مثل ما تعرفون اوضحنا سابقا ان الترافيك فاسيلتيز اللي هي الطرق نقصد بها تكون نوعين، اما انتربتد او ان انتربتد فاسيلتيز. الان انتربتد فاسيلتيز اللي هنا مذكوره تكون بحركه المرور مفتوحه، يعني ما عندي اي اعاقه للحركه. هذا الفاسيلتي او هذا الطرق تقسم الى عده انواع، قلنا تذكرون بها ذكرنا المحاضره السابقه، قلنا الواحد هو الفري ويز، وعندنا المالتي لين هاي ويز للطرق السريعه المتعدد المسارات، وعندي التو لين هاي ويز للطرق السريعه ذات المسارين. اليوم راح ناخذ هسه نتناول التو لين هاي ويز. فعندي اتناول الطرق السريعه ذات المسارين اللي بها لاينات اثنين بالاتجاه، مثلا اللي عند الطرق الخارجية هذه موجودة مثلا عندي تكون على نوعين اللي هي تو لين هاي ويز، بها كلاس اي وكلاس اي وكلاس بي. هسه نشوف شنو ذا النوعيتين الموجودات عندي. نجي لكلاس رقم واحد كلاس اي، الطرق السريعة ذات المسارين تشتغل او تعمل كطرق شريانية اساسية، وترتبط ايضا بالطرق الشريانيه الاخرى. هنا عندي التوقعات مال السواق المركبات بهذا النوع من الطرق هي انه يسافرون بسرعه عاليه نسبيا. ليش؟ لانهم يعرفون هذا الطريق جيدا، هم مستمرين على الحركه به ويعرفوه. النوع الثاني هو الكلاس 2 او نقدر نقول كلاس بي، الطرق السريعه ذات المسارين اللي بهذا النوع نتوقع ان سائقي المركبات تكون هنا سرعه السير تكون اقل من الطرق بالكلاس واحد. هذا الطرق تكون مثابه تعطيني اكسس للطرق او وصول للطرق السريعه اللي متكون مسارها من الدرجه الاولى، يعني هذه النوع قد يعطينا اكسس لهذا النوع من الدرجه الاولى. قد تكون ايضا هذه طرق او شوارع جانبيه بها يسموها مناظر، هذا المناظر الجميله الموجوده عند هنا اللي يسموها هذا السينيك باي واي ويز، وتستخدم ايضا من طرق من قبل اصحاب السيارات. قد تكون مشاهده المعالم السياحيه بالساينج سينج، وقد تكون ايضا موجوده في التضاريس الوعره اللي يسموها الركد ترين. متوسط طول الرحله على الطرق من الدرجه الثانيه كلاس 2 تكون عاده اقصر من متوسط الرحله على الطرق من الدرجه الاولى من هذه الدرجه. زين، اجي خلي اشوف هسه اخذنا بالسلايد الاول هو التو لين هاي ويز، نجي هنا للفري ويز. الفري ويز خلي اشوف اللي هو النوع الثاني من الانتربتد فاسيلتيز، مميزاته شنو؟ يكون هو النوع الوحيد اللي يوفر لنا بيور ان انتربتد فلو، الدخول والخروج من هذا النوع من الطرق الفري ويز يكون غير مقيد، حيث نستخدم فقط الرام نشوف هنا الحركات يكون غير مقيد، فيعطينا حركه غير مقيده للمرور. بعد جميع المداخل والمخارج الاول الانترز اند الاكزيت مالته تكون باستخدام الرامز المنحدرات اللي تصمم للسماح، بحيث ما تسوي الانقطاع بالحركه بهذا الطريق السريع.
بعد ما توجد عندي تقاطعات أرضية اللي هي أتجريد انترسكشن، سواء كانت مثلا عندي إشارة ضوئية أو غيرها، وما عندي هنا ممر للدخول، أي ما يوجد عندي طريق جانبي يأثر على حركة المرور ويدخل مباشرة للفريوي. وأيضا بها بعد شنو ميزاتها، أنه ما تسمح بالوقوف، طبعا هذا قلنا هو الدرايفوي أكسس، درايفوي أكسس، وماكو باركينج بيرميتد، أي ما يسمح بوقوف السيارات ضمن الطريق. أيضا أكو التحكم الكامل في الوصول، الأكسس مالته أكو فول كنترول أوف أكسس، تكون مزودة بهذا النوع من الطرق. وأيضا يتم تصنيف الطرق السريع الفري ويز بشكل عام حسب إجمالي عدد الممرات اللي موجودة في 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 كلا الاتجاهين. مثلا الطريق السريع مكون من 6 لاينات، معنا عدة 3 لاينات باتجاه الذهاب و3 لاينات باتجاه الإياب. هذا هو خصائص الفري ويز. بعد عندي نجي ناخذ خصائص النوع الثالث، هو المالتي لين سيرفيس فاسيلتيز. شنو خصائصها هذه هي المالتي سيرفيس فاسيلتيز؟ اولا تكون التباعد مال سنجل سبيسنج، تباعد الاشارات تكون اكثر من ميلين، هذا احنا اخذناه سابقا. بعد تتكون من 4 أو 6 لاينات بكل اتجاه، بالاتجاهين طبعا. تكون عندي يعني 3 لاينات بالذهاب، إذا كانت عندي 6 3 ذهب و3 إياب، وإذا كانت عندي 4 تكون لاينين بالذهاب ولاينين بالاتجاه الثاني. يمكن أن تكون هذه undivided، تكون غير مقسمة. على سبيل المثال تكون لها جزرة وسطية، ليس لها جزرة وسطية، ولكن أكو علامات صفراء مزدوجة تفصل بين اتجاهين. تذكرون حكينا هي تشبه هذا بس مو هالشكل، تشبه هذه، تكون علامات خطوط مزدوجة صفراء تفصل بين اتجاهين الحركة حتى ما تسمح بالحركة من اتجاه اليمين اتجاه اليسار. أو قد تكون أيضا هذا النوع اللي ملتي لين سيرفيس فاسيلتيز، قد تكون ديفايدد مقسمة، تكون بها جزر وسطية، شلون هذا نكفة حاجز بين اتجاهي حركة المرور. في مناطق الضواحي، ضواحي المدن، يتم أيضا استخدام لاين وسطي ثالث، هذا يسموه تو واي ليفت تيرن لاين، اللي هو فشي مشابه إلى هذا. يتطلب وضع هذا اللاين مع عدد فردي من اللاينات، طبعا أكثر شيء أنه أما تكون 3 أو 5 أو 7. هذا اللاين اللي هو تو واي ليفت تيرن يستخدم كممر مستمر للاستدارة، هذا السيارة من تقدر تستدير باستخدام هذا اللاين لكل اتجاهين، وهذا السيارة أيضا من تستدرنا أيضا تستخدمه، فهذا اللاين يكون فارغ فقط يستخدم للاستدارات. فتقريبا في شيء مشابه للاستدارة مع اليوتير، مشابه بس مو نفسه، هو هذا اللي هناسة يسموه هذا الـ two way left turn lane. زين، بالنسبة إلى كل من الفري واي والمالتي لين هاي ويز، ومن حيث الإجراءات مالتي مال حتى سوي الأناليسيس للكاباسيتي، تحليل السعة، يتم تصنيف كل منهم حسب شو أنا أصنفهم، حسب الفري فلو سبيد، هذا فد مصطلح عندي أنا أصنفهم حسب مصطلح الفري فلو سبيد، خلينا نقول هو سرعة السرعة الحرة لحركة المرور. من أرد أعرف هذا الفري فلو سبيد، السرعة عندما تكون حركة المرور أو الفلو صفر، السرعة عندما تكون حركة المرور أو الفلو صفر، هذا تعريف نظري. بالتعريف العملي شنو معناها؟ كفت practical terms، هنا عند الجيومتري مال الطريق سوف يحكم للسرعة من الناحية النظرية طبعا. بالعملي هو متوسط السرعة عندما يكون الفلو ريت أقل من
ألف مركبة بالساعة اللين. طبعا بالفري سبيد السائق يقدر يمشي بأي سرعة يقدر يمشي بها، لأن ليش؟ عندي الفلو صفر، ما عندي حركة جريان، فالسائق يقدر يمشي بأي سرعة، اللي يحكمه فقط هو الجيومتري مال الطريق. زين، من الناحية العملية هي تكون متوسط السرعة عندما يكون فلو ريت مالتي أقل من ألف مركبة بالساعة بير لين، باللين الواحد. زين، من أجي للإجراءات تحليل الإجراءات تحليل الشوارع أو الطرق متعدد المسارات هي المالتي لين هايويز. تحليل الكاباسيتي وتحليل عندي الليفل اوف سيرفيس اللي قلنا هذا ال او اس للطرق السريعه اللي متعدد المسارات المالتي لين، هنا يمكن استخدام النتائج مالتي مال التحليل وين؟ بالبلاننج، بالتخطيط، واقدر استخدمه وين؟ بالتصميم، حتى احدد متطلبات الممرات اللازمه اللي احقق بها الليفل اوف سيرفيس معين، واشوف الميزات اثار الميزات مال حركه المرور بالتصميم في الطرق الريفيه وفي طرق السب اربن، طرق ضواحي المدن. يعني المالتي لاين هاي واي نلقاه بالطرق الريفيه ونلقاه وين؟ بالضواحي. زين، هنا نقطه ال 2 ميل تذكرون قلنا لازم اقل شيء توقف عندي بين اشاره مرور والاخر يكون 2 ميل بدون تقاطعات داخل المدن، تكون صعبه، من الصعب تحقيقها. فوين ألقاه؟ ألقاه بالطرق الريفية هذا المالتي لين، وألقاه بالضواحي حتى أقدر أشوف هذه المسافة متحققة مع الاثنين ميل بين تقاطع وتقاطع آخر. إحنا راح نأخذ المالتي لين هايوي أخذه كنموذج للتحليل بهذه المرحلة. طبعا أكو تحليل للفري واي وأكو للبايسكل واي وأكو للبيدستريان واي، بس احنا بهذه المرحله ناخذ فقط هو المالتي لين هاي ويز بهذه مرحلتنا. قلت لهم في مراحل متقدمه نقدر ناخذ باقي المواضيع. طبعا الطرق السريعه هنا تختلف من متعدد المسارات، تختلف عن الطرق السريعه اللي بيها مسارين بحسب عدد الممرات، عدد اللاينات، وحسب الاكسس مالتها يسموه الديجري اوف اكسس، فتختلف حسب النمبر اوف لاينز والديجري اوف اكسس. هذه المالتي لين هايويز تمتد بين الظروف المتشابهه للطرق السريعه الوصول المحدود الى ظروف الشوارع الحضريه اللي بها تقاطعات متكرره واللي تسيطر على حركه المرور. يعني هي تكون عادة حالة وسط بين الفريوي وبين الشوارع الحضرية. هذه دنيش دنيش على من؟ على المالتي لين هايويز تكون تقريبا هي حالة وسط بين الفريوي وبين الشوارع الحضرية. عندي بعض الخصائص المالتي لين هايويز الطرق السريعة متعدد المسارات، شلون أنا أحدد أن هذا هو مالتي لين هايويز؟ شنو المحددات حتى اقول هذا هو مالتي لين هايويز؟ اكو عده محددات ان هذني. اولا الحدود مال السرعه الموجوده على العلامات هاي البوستد سبيد عاده تروح بين 40 و 50 مايل بالساعه، اعتقد من 65 الى 90 كم بالاور. زين، بعد تكون غير مقسمه، they may be undivided or include medians، تكون غير مقسمة وقد تتضمن الجزرات. They are located in sub urban، تقع في مناطق الضواحي، وبعد أو في الممرات هذه الكوريدورز الرورال كوريدورز ذات الحركة المرورية العالية. زين، they may include a two-way left or median lane، هذا اللي سميناه احنا تذكرون هو هذا اللين اللي شرحناه بالستايد السابقة، تشمل على الممر الوسطي اللي يسمح بالحركة باتجاه اليسار.
الترافيك فوليومز حجم المرور تتراوح بين 15,000 إلى 40,000 مركبة باليوم. هذا حجم المرور قد تزداد إلى 100,000 مركبة باليوم مع الجريت سيبريشن. أي إذا عندي هنا الجريت سيبريشن، إذا عندي نسميه الأوفر باس أو الأندر باس، وماكو عندي هنا أكسس عبر الميديان يعني عبر الجزرات، ماكو عندي اليوتيرن. خلينا نقول الترافيك سيجنالز ات ميجر كروسنج بوينتس ار بوسيبل، إشارات المرور تكون عند نقاط العبور موجودة، ممكن موجودة. بعد هنا عندي there is a partial control access، هنالك تحكم جزئي بالأكسس مال هذا النوع من الطرق اللي إذا نشوفه تقريبا هي هذه المالتلين هايويز. هذه شلون أنا أحدد هل هذا مالتلين هايويز أو لا من هذه المحددات. زين، أجي لموضوع هو level of service for multi-lane highways، مستويات الخدمة للطرق السريعة المتكون متعددة المسارات. عند مستوى الخدمة لطريق للمالتلين هايويز يمكن أن أصنفه باثنين من الخصائص الأداء التالية. إذا عندي أي اثنين من هذين الثلاثة أقدر أطلع أني أقدر أصنفه. شنو اللي عندي؟ لازم عندي الفي بي الفلو ريت اللي هو الباسنجر كار بير أور بير لين، أو عندي الأس اللي هو المتوسط السرعة الأفرج باسنجر كارس متوسط سرعة بالميل على الأور، أو عندي الدنسيتي الكثافة نعرف عدد المسارات عدد السيارات لكل ميل عدد الباسنجر كار لكل ميل باسنجر كار بير مايل بير لين. فأقدر أحسب العلاقة بين خصائص الأداء هذا اللي ذكرناها وأقدر أطلعهن. أيوة أي اثنين عندي أقدر أطلع الثالث من عندهم. إذا عندي الفلوريد أقدر إذا عندي الفلوريد والسبيد أقدر أطلع الدينسيتي، وعندي أي واحد من عندهم أقدر أطلع وأربط بهذه العلاقة هذا المتغيرات الثلاثة. زين، خلي أشوف هذا الجدول هنا عندي. هذا ينطيني معايير مستوى الخدمة level of service بيها كراتيريا بدنا نحشينا كله وين بالمالتلين هايويز. من حيث الكثافة المعايير عندي من حيث شنو؟ من حيث الكثافة الماكسيموم دينسيتي كثافة القصوى الأفرج من حيث السرعة، ومن حيث الماكسيموم فوليوم تو كاباسيتي ريشيو الحد الحجم إلى السرعة يسميناها الـ V إلى C. بالجدول عندي المعايير للمالتلين هايويز عندي ليفل أوف سيرفيس مالته يبدأ من هذا الـ A والبي والسي والدي والاي. هنا نشوف انه الاف احنا قلنا ليفل اوف سيرفيس عندي ست مستويات، الاف ما موجوده لانه شنو يصير عندي انستابل، فما ممكن بالحاله الاف حركه المرور تكون عندي انستابل الاف والبيور انستابل، فما ممكن انا اقبل بيه بالتصميم او التحليل مالتي. هنا هذا الجدول خلي أشوف شنو هاي الأرقام أو هذه المسميات اللي عندي. لو عندي الفري واي الفري فلو سبيد، لو عندي الفري فلو سبيد مالتي 60 ميل على الساعة، هنا يكون اللاين بالليفل أوف سيرفيس اللاين مالتي لين أي عندما تكون عندي عدد المركبات بالميل الواحد أي density أقل من 11 دنش على maximum density، فعندما تكون density من 1 إلى حد 11 فهو إذن يا صنف level of surface يكون صنف A. إذا عدد المركبات تجاوز صاعد 12 من 12 ولحد 18 هنا level of surface اختلف صاعد طفر عندي من A صار level طبعا قل هنا صار مستوى B، من تصعد من ال 18 ولحد ال 26 صار الليفل مالتي اوف سيرفيس سي، وهكذا هكذا لكل لحد ما نوصل للاف. الاف هو ال 40 بسرعه 41 اذا دخلنا بالبيور انستابل اللي هو الاف اللي هو اصلا ما مقبول.
اذا هذا المعيار هو الماكسيمم دنسيتي اللي هو هذا هنا أنا. شلون يحدد لي بالاوبزرفر؟ معيار الثاني الافرج سبيد. الافرج سبيد هنا نشوف عندي الافرج سبيد الحد 60 هو مستوى الليفل اوف سيرفيس مالته اي. 60 ايضا هو ليفل اوف سيرفيس بي. عندما تنزل مثلا صار عندي 59.4 فالليفل اوف سيرفيس مالته صار سي. نشوف كل ما تنزل عند الافرج سبيد كل ما شنو يختلف عند الليفل اوف سيرفيس، ليفل اوف سيرفيس مال هذا الفاسيلتي. عندي بعد هو المعيار الثالث الماكسيموم فوليوم كاباسيتي اللي هو سميناه معيار الفي الى سي، الفوليوم على الكاباسيتي اللي هو هذا. نشوف هنا هذا الماكسيموم فوليوم الحد 0.3 فهو ليفل اوف سيرفيس اي، مستوى الخدمه مالته اي. عندما يتجاوز 0.3 ولحد الحد 0.49 فالليفل مالته حيكون مالته بي. عندما يتجاوز ويوصل الى 0.7 من هذا 0.5 خلينا نقول الى 0.7 فالليفل مالته صار هنا عندي الليفل مالته صار سي. زين عندي معيار بعد الماكسيموم سيرفيس فلوريد، هذا ماكسيموم سيرفيس فلوريد. نلاحظ ولغايه الحد 660 فهو الليفل مالت ليفل اوف سيرفيس مالته اي. متى ما تجاوز ال 660 ولغايه ال 1080 فالليفل مالته صار بي. من يتجاوز ال 1080 الحد 1550 فهو صار عند السي. هنا هذا كله بدنا نحكيه وين؟ عندما عند الفري فلو سبيد مالته ايش قد؟ 60 ميل على الساعه. نفس الشيء اذا كانت الفري فلو سبيد مالتي 55 ايضا لحجي اصلا المعايير مالتي الماكسيمم دنسيتي الافري سبيد الماكسيمم في الى سي والماكسيمم سيرفيس فلو ريت كل وحده بها رقم ويحدد لي الليفل اوف سيرفيس مالته. عندما تكون عندي ايضا الفري فلو سبيد 50 او 45 زين هنا قد يطرح سؤال اذا كانت الارقام بين ال 55 وبين ال 50 شنو الاخذه؟ هنا أنا اسوي انتربوليشن بين الارقام واطلع الرقم اللي انا احتاجه واشوف يا صنف او يا ليفل اوف سيرفيس انا موجود به. زين هنا أنا عندي فد شارت حتى تصير شويه الشغله تكون اسهل عندي. الهاي واي كاباسيتي مانوال وضعنا فد شارت اللي هو هذا تكون عنده مستويات الخدمة هنا على شكل زونات. لو نشوف هذا الزون كله هذا اللي مأشر بالأحمر هذا كله الزون أي. لو نشوف هذا الزون هسه من هنا لحد هالشكل هذا هذا زون بي، هذا هو الزون سي، هذا الدي، هذا الإي، طبعا هذا حيكون هو عند الأف. هذا الزونات مبنية عليه من على العلاقة بين الأفرج سبيد، هذه الأفرج سبيد وبين الفلوريت وبدلالة من؟ بدلالة فلو فري فلو سبيد بالدلالة هذه أنا أسويها. فهذا عندي الليفل أوف سيرفيس أقدر أسقط عندي هذا المحور الإكس ومحور الواي ودلالة السرعة مالتي هنا فري فلو سبيد أقدر أسقط وأشوف أنا بيا زون دا أشتغل هل زون ليفل أوف سيرفيس أي أو بي أو باقي الزونات. زين حتى اسوي هنا فد تعريف لكل مستوى خدمه حتى اشوف مستوى الخدمه هذا ليفل اوف سيرفيس اي او البي او السي شنو هذني اكفد وصف له او تعريف كل مستوى من الخدمه من الاي الى الاف. زين مستوى الخدمه اي بتكون ظروف السفر هي فري فلو كليا يعني السائق يمشي براحته. هنا القيد الوحيد على عملية تشغيل مركبات هي الخصائص الهندسية Geometric Features للرودواي هو اللي يحدد السرعة مال السائق اللي يمشي بالطريق. هنا عند السائق يقدر يسوي مناورات هاي المانوفر مناورات جيدة إذا صار عندي بعض الاختلالات الطفيفة فما عندي مشكله في حركه المرور تكون بسهوله تجاوزها دون ما اثر على حركه السير.
اي هنا السائق يسير بالسرعه اللي هو يريدها، اللي يحدده فقط الجيومتريك فيتشرز مال الطريق. زين ليفل اوف سيرفيس بي، مستوى الخدمه بي، ظروف السفر عنده هناك قلنا هي الفري فلو سبيد، هنا عنده الفري فلو سبيد. نلاحظ وجود مركبات اخرى بهذا المستوى الخدمه. ما عندي فت قيد على حركه التشغيل مثل الميزات الهندسيه للطريق وتفضيلات السائق اللي هو شو يفضل يمشي. ايضا يمكن استيعاب بعض الاضطرابات البسيطه اللي بسهوله، على الرغم من هنا شنو؟ من ملاحظه ان بعض يسموه انخفاضات المناطقيه، هاي اللوكالايزد ريدكشن، انخفاض بالليفل اوف سيرفيس بعض المكانات. هذا مستوى السيرفيس ليفل اوف سيرفيس بي. بالنسبه للسي تبدا الدنسيتي مع حركه الموجود تتاثر بالاوبريشن بالعمليات التشغيل. هنا تاثر القدره مال المنار مال السائق داخل الستريم مال حركه المرور، تتاثر المركبات الاخرى، بعض السرعات يصير بها تخفيض عندما تتجاوز الفري فلو سبيد 50 ميل على الساعه. تصير عندي بعض الاضطرابات، هذه الاضطرابات الطفيفه تؤدي الى يسموها local deterioration in surface، تؤدي الى تدهور بالمستوى الخدمه. ما زال هو محلي طبعا. تبدا هنا تشن تظهر عندي الكيو، تبدا عندي اللي يبدا عندي اللي يصير عندي الازدحام او تظهر عندي انتظار السيارات، واحد تكون سياره ورا الثانيه. زين ليفل اوف سيرفيس دي، القدره على المناوره حتكون هنا مقيده بشده بسبب الازدحام. تتقلل السرعات مال السيارات بسبب الازدحام. بعض الاضطرابات بحركه المرور تسوي لي تدهور ملحوظ وخطير جدا بمستوى الخدمه، وتظهر عندي قوام الانتظار تكون تشكل عندي، هذا الكيو او الازدحامات يبدا يتشكل عندي هنا. مستوى السرعه الليفل اوف سيرفيس اي، ننتقل بالحاله هذه العمليه التشغيل تكون بها غير مستقره او قرب الكاباستي مالت السعه مال الطريق. هنا الكثافه تعتمد على الفري فلو سبيد. تعمل المركبات عندنا عند ادنى مستوى يمكن الحفاظ به على فري فلو سبيد منتظم. الاضطرابات انا ما اقدر اتخلص منها بسهوله. تتشكل عندي ايضا هنا الكيوز وسرعة التدهور بالخدمة أصلا. مستوى الخدمة إي، هنا حدث عندي انهيار فورست بريك داون بالحركة مال المرور. انهيار طبعا هنا قصري أو جبري يحدث عندي بهذه النقطة، لأن شنو؟ تجاوز بعدد المركبات في نقطة ما، تجاوز عدد المركبات اللي تم تفريغها أو تم التخلص منها. يعني هنا يتجاوز عندي الطلب المتوقع، يتجاوز السعة. طبعا يصير عندي ازدحام ويصير عندي يتحول عندي العمليات التشغيل، يصير عندي هنا انستيبل. محاضرتنا لحد اليوم هنا تنتهي ان شاء الله، الاسبوع الاخر نحاول نخلص هذه المحاضره حتى نخلص الماده ان شاء الله. واذا عندكم اي سؤال يخص هذه المحاضره ويخص باقي المحاضرات، اما تكون رساله على التليجرام، رساله على المودل، او اي وسيله اتصال تلقوها انتم مناسبه، حتى اذا يكون ايميل على الايميل الموجود عندكم. شكرا جزيلا لكم، ونلتقيكم محاضرات القادمه.